ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واعتقد انه الامور بتتحرك الحقيقه في اطار يعني جيد جدا، مش هقول لك ممتاز، جيد جدا. مساله تمديد الهدنه في حد ذاته ان احنا نمد يومين كمان ده اطار جيد جدا. والحقيقه انه الجهود المصريه القطريه اللي نجحت في كده بالتاكيد يعني تقابل ب تقدير عالي جدا من المجتمع الدولي، وتقابل بتقدير أكيد عالي جدا من المجتمع الفلسطيني، وبالتأكيد الشارع العربي ككل. ولازم برضو حضرتك تبقى فاهم حاجة، أن كل الأطراف عايزة هدنة. يعني اوعى تتصور أنه الجهود المصرية القطرية بالمشاركة الأمريكية أو بالتباحث مع الجانب الأمريكي جاية لأنه حماس بس اللي عايزة هدنة، لا، لأنه الجانب الصهيوني أيضا، الكيان الصهيوني أيضا يريد هذه الهدنة. زي ما قلنا قبل كده وزي ما هنكرر دايما وزي ما هنقول لك بعد كده، الحرب شيء شديد الصعوبة على كل الأطراف. لسه كنت قاعد عمال بتابع على التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب على الكيان الصهيوني المحتل. احنا بنتكلم على تكلفة وصلت تقريبا لحوالي 10% من حجم الموازنة عنده. هم نفسهم بيتكلموا على انه التبعات الاقتصادية سلبا لهذه الحرب هتستمر معاه على مدار سنة 2024 كاملة. يعني خلي بالك ان الحرب الكل يدفع لها ثمن، الكل يدفع لها ثمن. يعني على سبيل المثال وهضرب لك مثل بعيد عننا حتى احنا في مصر، انت عارف انه القطاع السياحة التركي اتأثر جدا بسبب الحرب. طب اتأثر ازاي؟ طبقا للتقارير الصحفية بيتقال، او طبقا ليهم يعني، بيتقال انه 40% من الرحلات تم إلغائها اللي جاية من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ده ضغط على قطاع السياحة التركي، طبعا ده ضغط على الاقتصاد التركي، ده على سبيل المثال، وضغط عليا وضغط على كل دول المنطقة. انت بتتكلم في حرب. لكن هرجع بيك مرة تانية بعيدا، مش بعيدا عن الحرب، لكن هرجع بيك للمصطلح الآخر ألا وهي الهدنة. احنا عارفين النهاردة كان آخر الأيام الأربعة، ينتهي الساعة 12، والحمد لله نجحت الوساطة المصرية القطرية في أنه الهدنة تمتد ل 48 ساعة أخرى بإذن الله، مع نفس القصة ألا وهي اتفاق تبادل الأسرى ما بين الجانبين، 10 قصاد 30، 11 قصاد 33. وعلي نبدأ نقول هنا أنه في أمور أخرى بجانب هذه الهدنة. يعني احنا مثلا بنتكلم من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا احنا كانت في مصر إيه؟ هي تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وأنه هذا التدفق يفضل مستمر ويفضل ثابت ما يقفش، يعني مستدام، وانه نوصل الى اقصى شمال القطاع. فواصلين الى انه يبقى في على الاقل كل يوم في 200 شاحنه مساعدات توصل للقطاع من جنوبه الى شماله، انه يبقى في عندي 130 الف لتر سولار يوصلوا القطاع علشان خاطر المستشفيات، المخابز الى اخره، ان انا يبقى في عندي صهاريج الغاز بتاع اللي بيستخدم في الطهي ايضا يصل للقطاع. ايه الهدف من ده؟ خلي بالك مصر طول الوقت كانت بتركز على ده، ان بترفض تماما تحويل قطاع غزة الى قطاع غير قابل للحياة. مصر مصرة على ايصال المساعدات الانسانية للقطاع. هناك الكثير بالمناسبة من التفاصيل وهناقشها معاك، وهناك ايضا كواليس لتبادل الاسرى ما بين حماس أو المقاومة وما بين الجانب الصهيوني بنيامين نتنياهو في جانب آخر، في ظل هذا الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين. نتمنى طبعا أن احنا نكمل لأيام أطول، بل نصل إلى إيقاف كامل لإطلاق النار، نتمنى ذلك. خليني أخذ معنا على التليفون للإطلاع على المزيد من التفاصيل وأيضا تحليل هذا المشهد دكتور علي الأعور، المحلل السياسي والباحث في الشأن الفلسطيني. أهلا بك يا دكتور. دكتور علي، طيب دكتور علي، يعني انا هستأذن نطلع فاصل ونعاود الاتصال بدكتور علي علشان عايزين نتكلم فعلا على
تفاصيل كتير متعلقة بهذا التمديد باليومين دول بالهدنة ككل. فاحنا هستأذنكم جميعا واستأذن زملائي الأعزاء في ان احنا نطلع لفاصل، ونعود بعد الفاصل هنكمل حديث على تفاصيل هذه الهدنة، ونعاود الاتصال بدكتور علي الأعور بعد إذنكم، استنونا. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ طيب لسه بنتكلم عن الهدنه، ده مما لا شك فيه، وعلى تمديد هذه الهدنه. ولازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا، انه هذا التمديد لم يكن لياتي لولا نجاح الهدنه خلال الاربع ايام الماضيه او اللي بتنتهي بدءا من الساعه 12 بالليل النهارده بتوقيت القاهره. لم يكن تمديد هذه الهدنه لياتي لولا نجاح اتفاق تبادل الاسرى ما بين الجانبين. الـ 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 النسيج اللي اتعمل ما بين مصر، قطر، الامريكان، بالتأكيد التوسط بقى ما بين الطرفين، هنا بنتكلم على إسرائيل من ناحية وبنتكلم على المقاومة من ناحية أخرى، ده اللي أدى هذا النسيج الرائع جدا اللي كان متجانس جدا واللي اشتغل بمنتهى الذكاء والهدوء والحكمة والحنكة، ده اللي أدى إلى التمديد لمدة يومين كمان. وأتمنى زي ما بقولك إن احنا نمدد أكتر، نقدر نوصل بعد كده إلى اتفاق كامل وشامل لوقف إطلاق النار. بس خليني أخد معانا على التليفون دكتور علي الأعور الخبير والباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بيك يا دكتور. يا دكتور علي، طيب واضح إن في مشكلة في الاتصال بدكتور علي الأعور. إذن خليني هرجع بيك مرة تانية على مسألة الهدنة. لازم تبقى فاهم إنه الهدنة هي ليست فقط وقف لإطلاق النار، ولكن فيها الكثير من النقاط. يمكن أنا ذكرت لك بعضها، ذكرت لك إنه هيفضل يدخل أو تدخل المساعدات الإنسانية، الشاحنات عبر مصر، عبر معبر رفح تحديدا بوقع 200 شاحنة يومي، ده على سبيل المثال لا الحصر. بنتكلم على 130 ألف لتر من السولار علشان نشغل المستشفيات، نشغل محطة الكهرباء، نشغل المخابز، يعني بنتكلم على المنشآت الأكثر حيوية بالنسبة لحياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. بنتكلم على تقريبا أربع صهاريج بشكل يومي تدخل من الغاز اللازم للطهي، ده على سبيل المثال. لكن كمان بنتكلم على المنع الكامل لتحليق الطيران الإسرائيلي أو حتى الدرونز مسيرات فوق القطاع طول مدة الهدنة، المنع الكامل، يعني اللي هو لا يعني لا، واتفق الطرفان على ذلك. الهدنة معلش اعذرونا، احنا بنحاول قدر الامكان يا جماعة ان احنا ناخد اكبر قدر ممكن من المصادر والمحللين، ما يبقاش الكلام بس من المذيع اللي بيتكلم، وإنما يبقى في عندنا آراء ويبقى في عندنا تحليلات ومن اكثر من جهة وما الى ذلك. هرجعك على المسألة بتاعة منع التحليق للطيران الإسرائيلي ولا حتى المسيرات الدرونز طوال مدة الهدنة، وبجانب منع هذه المسيرات من التحليق لمدة 6 ساعات في الشمال. يعني ما تجيش تقولي بس أصل شمال غزة، لا نفس القصة بس ولكن لمدة 6 ساعات. احنا بنتكلم على الهدنة نجحت جمعة وسبت وحد واثنين. هذا الجهد المصري القطري الحقيقة لافت للجميع، لا يوجد دائرة سياسية واحدة على مستوى العالم الحقيقة لا تذكر ولا تحلل ولا تثني على هذا الجهد في إقرار هدنة ناجحة والحمد لله لمدة 4 أيام، اتفاق تبادل ناجح جدا لمدة الأربع أيام. هيتعمل بقى تبادل الأسرى والمحتجزين ما بين الجانبين، ما بين الجانب الكيان الصهيوني من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة. فإحنا بنتكلم في 11 مقابل 33، بنتكلم في حوالي 3 أضعاف. يعني إحنا هنفرج أو المقاومة الفلسطينية، إحنا كلنا المقاومة الفلسطينية تفرج عن 11 من المحتجزين من جانبها، الجانب الصهيوني يفرج عن 33 من أسرانا الفلسطينيين من جانبه. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الافتر ماث، ذا داي افتر، سمي زي ما تسمي. يعني ايه؟ يعني احنا عملنا الاربع ايام، قدرنا نمدد يومين، انا استشعر ان احنا هنقدر
نصل بإذن الله إلى نجاح ثالث في المزيد من التمديد. أستشعر في أن احنا هنقدر نصل إلى نجاح ثالث في المزيد من اتفاقات تبادل الأسرى أو المحتجزين من الجانبين. لكن الكل هيعمل ما نطلق عليه كده باللغة الإنجليزية الأفترماث، حسابات ما بعد المعركة، حسابات ما بعد الحرب، مش مين خسران ومين رابح. بالمناسبة لا أحد خاسر فيما سبق الخمسين يوم دول، ولا أحد رابح. إزاي يا يوسف؟ واحدة واحدة. فلسطين خسرت على مستوى الأنفس، خسرت على مستوى الأرواح التي أزهقت، الشهداء الذين ارتقوا لا يعني جنات ربنا سبحانه وتعالى، خسرت المصابين. بس نفس الحال حصل في الجانب الإسرائيلي، وزي ما بقولك في الأفتر ماث ده ممكن تقعد تحسبها حسبة تانية خالص، إن المقاومة قدرت إنها تهدم نظريات الأمن الإسرائيلي. مثلا تقدر تقول إنه لأول مرة الجانب الصهيوني يفهم أو يستوعب أو يستشعر طعم النزوح. أنت بتتكلم على تقريبا 250 ألف بني آدم من المستوطنين هربوا، اللي كانوا في غلاف غزة دول هربوا، نزحوا للداخل الإسرائيلي. إسرائيل عمرها ما شافت ده في عمر هذه الدولة، إن كانت دولة من سنة 1948 لحد دلوقتي عمرهم ما شافوا ده، ما يعرفوش هذا الطعم المر. فده ضرب لنظرية الأمن الإسرائيلي. بلد بتمتلك تكنولوجيا سلاح متفوقة جدا محدش يقدر ينكر، وفي الآخر خالص اتعرضت إلى هذه الكارثة الأمنية بالنسبة لهم. وده اللي بتكتبه الصحافة بالمناسبة عندهم، ده اللي بيدور مش بس داخل الغرف المغلقة، ده يدور على المقاهي الإسرائيلية، يعني هم يتحدثون في ذلك، هذا هو ما ينشر، هذا هو ما يقال على شاشات التلفزيون، إنه في عندهم كارثة كبرى. إحنا من ناحيتنا بالتأكيد في فلسطين عندنا خسائر، عندنا خسائر على مستوى الأرواح، عندنا خسائر على مستوى المصابين، عندنا خسائر على مستوى القطاع الذي يضرب. احنا بنتكلم على أكتر من 90% من البنية الأساسية اللي كانت موجودة في غزة اتضربت. الفلسطينيين بقدر، ولازم تقعد تفكر معايا في ده ذهن يعني داخل ذهنك، بقدر فرحته بالهدنة. يعني فاكر لما كنا بنكلم أحد الأطباء وقال لنا بدنا نعيش يا سيدي، ريحونا كم يوم وبعدين يرجعوا يضربوا تاني، بس نتنفس شوية. انت متخيل وصلوا لحد فين؟ طيب عندما يعود الفلسطينيين اللي اتحركوا من الشمال للجنوب ويبدأ يرجع تاني للمدن أو للأحياء الشمالية في هذا القطاع، هل هو بيعود مرة تانية لحياته؟ لا، هو بيعود لأطلال. هل هو بيبحث دلوقتي عن الحياة؟ هو بيبحث عن شهداء آخرين موجودين تحت هذا الحطام وهذا الركام. بقدر ما هي خسارة، بقدر ما هي بتبقى باعث أكبر على الثبات. هيفضل موجود على الأرض، مش هيمشي. الفلسطيني مش هيمشي لأنه رغبته ضد أنه يترك الأرض، كان تركها من 100 سنة. هو يتعرض للمذابح بقاله أكتر من 100 سنة على إيد العصابات الصهيونية، وقلت لك أسامي عصابات زي هاجنا، زي شترن، زي أراجون، زي أنسل إلى آخره، ولم يترك الأرض، لم يترك الأرض. طيب تعال نشوف الجانب الآخر. أفتر ماث برضو الجانب الصهيوني أصبح بيتكلم مقالات تتحدث عن أنه هو لو إحنا عاوزين نستأنف الحرب، يا ترى هل ترى هنقدر نعمل تعبئة؟ طب الولاد اللي نزلوا أجازة دول هيرجعوا تاني عنده ناحيته؟ ده أصبح مناقشة. يعني أفتر ماث بيتكلم على الاقتصاد، يعني قاعدة بيحسب بقى الاقتصاد، أنا خسرت قد إيه، هخسر قد إيه، بخسر قد إيه في قطاع السياحة، تكلفة الحرب بالنسبة لي كانت عاملة إزاي، يا ترى التبعات الاقتصادية دي هتستمر معايا ككيان صهيوني محتل إلى إمتى. هم نفسهم بيقولوا إحنا بنتكلم إنه 24 كلها هيبقى فيها تبعات، هتبدأ تخف بمرور الأسابيع والشهور وصولا إلى نهاية 24، لكن
هيفضل في فاتورة اقتصادية باهظة هم مقدرينها ب10% من حجم الموازنة حتى هذه اللحظة، نهينا عن 2024. بيتكلم عن انه اللي بينزل اجازة ده هو هيرجع تاني. طب انا لو عاوز اكمل حرب هقدر اعمل؟ مش يعني بالعكس، ده هم عندهم تخوفات حقيقية ان الولاد هيرفضوا، يعني الولاد اللي هم في سن التجنيد، ولاد او بنات يعني، هو من سن الستاشر اصبح في سن التجنيد بالنسبة له والزامي واجباري، العيال مش عايزة تروح. تعال بقى ناخد بعضنا على نقطة تانية وهي شديدة الأهمية، ألا وهي ماذا بعد السيناريوهات القادمة. احنا بنتمنى ان السيناريوهات القادمة تبقى المزيد من تمديد هدنة فتمديد فتمديد لحد ما نوصل الى وقف اطلاق النار. الوصول لوقف اطلاق النار ده هي البداية بقى الحقيقية انه احنا طيب يا جماعة لازم نوقف ضرب خالص ما بين الجانبين، مش بنتكلم على هدن، لا احنا عايزين نعمل اتفاق ان احنا موقفين من التاريخ الفلاني وحتى التاريخ الفلاني مع تثبيت وقف اطلاق النار من الجانبين علشان نبدأ نشتغل، مش هنبدأ بقى عملية السلام الشامل في المنطقة، هنبدأ نشتغل على عملية السلام الشامل في المنطقة اللي قد يكون لها سيناريو واحد واثنين وثلاثة وكونتينجنسي وبلان بي وما إلى ذلك، ودي طبيعة العمل السياسي والتفاوض المستمر اللي هيبقى حاصل ما بين الجانبين، وبالتأكيد مصر وسيط رئيسي، وبالتأكيد الأمريكان وسيط رئيسي في إقرار عملية السلام في المنطقة، لأنها مش هتبقى مجرد عملية سلام عادية، احنا هنبقى بنتكلم المقاربة المصرية، التوجه المصري، احنا بنتكلم ان احنا عاوزين نوصل في مرحلة ما لدولتين بحدود. هتيجي تقولي انت متخيل ومتصور، لك المفاوض المصري بالمناسبة عملها قبل كده، مفوض المصري اتفق تختلف مع مرحوم محمد أنور السادات، لكن عمر ما إسرائيل اعترفت بأن ليها حدود. معرفش حد قالك الكلام ده قبل كده ولا لأ. التاريخ الإسرائيلي، الأدبيات الإسرائيلية، التلمود لا يرى ان اسرائيل ليها حدود، يعني عمرهم ما قالوا حدود. سيبك من المقوله الشهيره بتاعت من النيل الى الفرات، اسرائيل عمليا ذهنيا الادبيه الوجدان الاسرائيلي لا يعترف بوجود حدود. خد بالك، لاول مره يبقى لهم حدود يمضي ويختم ويبصم عليها، لا يحدوده مع مصر. وهنا بقى دي كانت فعلا شطارة المفاوض المصري، إسرائيل ترفض إنه يتحط لها حدود، لأنها دولة قايمة على فكرة التوسع، مش التوسع الاستيطاني، التوسع في الأرض، كل شوية عايزة أوسع أكبر، الدولة لازم تفضل تكبر تنمو، الدولة عندهم ما هياش حالة استاتيكية ثابتة، لا الدولة عنده ديناميكية، وده شيء غريب جدا. ده مش موجود في العلوم السياسية، مفيش حاجة اسمها كده. دولة يعني دولة لها حدود، خرجت عن حدودها أصبحت محتلة. إسرائيل لا، إسرائيل بتتحرك تنمو تتضخم تتزايد. فأنت الأول مرة في تاريخهم كله من ساعة ما قالوا نفسنا نبقى، من ساعة ما اخترعوا قصة شعب الله المختار، هو ملوش حدود، فأنت عملت له حدود المفاوض المصري. هنوصل لده، بس علشان نوصل لده بقى ده محتاج مننا مجهود كبير جدا، مش احنا بس كمصريين، احنا بقى محتاجين مجهود متعلق بإرادة عربية مجتمعة، متعلق بمسألة انه فليترك التفاوض او جانب ضخم جدا من التفاوض للجانب المصري، لانه الكل يعلم ان المفاوض المصري هو صاحب الخبرة الاكبر والاعمق والاكثر تأثيرا على الجانب الاسرائيلي، وبطبيعة الحال هو المفاوض الأكثر فهما للجانب الفلسطيني. طيب عشان هو المفاوض الأكثر فهما للجانب الفلسطيني، يبقى لازم بنشتغل كمان على وحدة الصف الفلسطيني بكامله، الـ14 فصيل. فلسطين يعني فلسطين، مش فلسطين حماس، فلسطين الجهاد، فلسطين الجبهة، فلسطين فتح. نهينا عن انه فتح يعني احنا فتح حتى فيها خلافات، حتى فتح فيها خلافات، حتى حماس فيها خلافات، الاخ لا
انا عايز صف فلسطيني واحد. لما عارف انت كده الجمله شيء، لما احب اكلم شعب مصر اكلم مين؟ هي نفس المساله، اكلم فلسطين مين؟ اهو بتكلم مع اسرائيل، للاسف دايما عارفين احنا هنكلم مين، فلان زي ما يطلع بقى، مره يطلع رابين، مره يطلع نتنياهو، مره يطلع ايهود باراك، مره يطلع منحم بيجن، احنا عارفين كل مره بنكلم مين. هنا عندنا مشكله، هنا عندنا مشكله، وانا اعلم ان انا كلامي ليس ثقيلا على الفلسطينيين على الاطلاق، ليس ثقيلا، يعني حجم علاقتي التاريخية بالفلسطينيين تسمح بذلك. احنا لازم نحل مشاكلنا، لازم نحل مشاكلنا الفتحوية، لازم نحل مشاكلنا الفصائلية. انا عندي مشكلتين في فلسطين، مشاكلي الفتحوية في الداخل ومشاكلي ما بين فتح وبقية الفصائل. لازم كله كلمة واحدة، ممثل واحد، مش بتكلم هنا على اسم واحد، جهة واحدة. طيب العالم اصطلح فيما اصطلح عليه وقبلوا انه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. اذا فلتكن منظمة التحرير، اذا يبقى لازم انا افعل كم الجهد المصري، كم الجهد المصري، الجهد المذهل الكبير جدا اللي بيتعمل علشان خاطر كل الفصائل تنضوي تحت لواء منظمة التحرير. نتنزل من هنا، نتنزل من هناك، إلى آخره. زي ما أنا أخشى، ما أخشى أن يكون إيلون ماسك بيتنازل، تبقى مشكلة بالنسبة لي جدا. أقول لك ليه بقول الكلام ده، تيجي تقول لي علاقة إيلون ماسك بالموضوع، أقول لك طبعا إحنا كلنا عارفين أن السوشيال ميديا الحقيقة وللأسف الشديد كانت شديدة الانحياز للجانب الصهيوني في هذه الحرب. إحنا شفنا مجموعة ميتة وهي منحازة بشدة لدرجة أن الناس بقت بتعمل العمايل وتفعل الأفاعيل لأجل أنه يقدروا يعملوا بوست وينزلوا فيديو ويعملوا تقرير إلى آخره وينشر على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لميتا. أما إكس تويتر سابقا فالحقيقة كان يترك أي حد من الجانبين يصول ويقول كيفما شاء، لكن عم إيلون ماسك خد بعضه وراح قعد مع بنيامين نتنياهو، بينهم لغة مشتركة مبدئيا هي لغة التكنولوجيا قبل لغة السياسة، لأنه بنيامين نتنياهو بالمناسبة هو خريج MIT اللي هو ماساتشوستس انستيتيوت فور تكنولوجي، أكبر معهد للتكنولوجيا في العالم. ده نتنياهو، وإيلون ماسك هو من هو معروف يعني، ففي لغة مشتركة ما. بس السؤال، الاتفاق اللي بيتعمل والاستخدام بتاع ستارلينك من جانب شبكات الاتصالات الإسرائيلية وبتاع، هل ده هيدفع إيلون ماسك إلى أنه يتنازل؟ سؤال مهم خلونا نطرحه على دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل. أهلا بك يا دكتور عماد. أهلا بك، تحياتي لك أستاذ يوسف لجميع المشاهدين والمستمعين. تحياتنا ليك يا دكتور عماد. ويمكن في حديث حول مسألة لقاء إيلون ماسك ببنيامين نتنياهو، وأنه يعني في هناك مباحثات أو اتفاقات بشأن أنه الجانب الصهيوني يستخدم ستارلينك التابعة لمجموعة إيلون ماسك إلى آخره، ولا أنه قد يكون هناك اتفاق متعلق بالكتابة حول هذه الحرب عبر منصة إكس؟ هل تتوقع انه هذا الموضوع تم وضعه على طاولة الحديث؟ هل تتوقع انه إيلون ماسك من الممكن ان يرضخ لضغط ما؟ من الواضح بمجرد قيام زيارته لإسرائيل وقيامه بزيارة ما يسمى مستوطنات غلاف غزة، وشاهدته وهو يقوم بتصوير ما حدث في 7 أكتوبر، وعمليا يتبنى وبدأ بتبني الرؤية والرواية الصهيونية، وبالتالي عمليا ومنطقيا كان الأجدر به وحتى الأجدر بقيادتنا كان أن يتم دعوته لزيارة حتى قطاع غزة من جانب الفلسطيني أو ترتيب زيارة له، لكي نقول بأنه عمليا يجب أن تكون هناك حالة من التوازن. لكن بمجرد أن تأتي إلى إسرائيل وتزور هذه المناطق تحديدا وتقوم بالتوثيق والتصوير بهذا الشكل،
معناته واضح انك انت بدات تنغمس وتنخرط في الروايه الصهيونيه او الروايه الاسرائيليه في هذا الموضوع. واحنا بنعرف انه اسرائيل عمليا يعني بيمزحنا كفلسطينيين وكعرب نركز على البعد الشعبوي، بمعنى احنا نركز مثلا ونفتخر بقيام مظاهرات في لندن عددها 250 الف او 300 الف، قيام مظاهرات في نيويورك عددها 100 الف، وكان بحال نحاول ان نكسب هذا التعاطف الشعبي ونبني على الراي العام، والراي العام يقوم بالضغط على صانع القرار الامريكي او البريطاني او الاوروبي. الصهيونيه واسرائيل عمليا بالعكس تماما، تقوم بالتركيز على مفاصل النظام السياسي سواء كانت في المانيا ولا في فرنسا ولا في امريكا، بمعنى اللوبيات الضاغطه، مراكز الضغط، مراكز الابحاث، الاعلام، الفضائيات هي تحت السيطره الصهيونيه. ومن هنا نتحدث بانه اسرائيل وقبل الحركه الصهيونيه تجيد لعبه الاعلام وتجيد بالضبط من اين تؤكل الكتف وكيف توجه خطابها الاعلامي ولمن توجه الخطاب الاعلامي. ونلاحظ انحياز الاعلام الامريكي على سبيل المثال على مدار كل صراعنا مع اسرائيل منذ عام 1948 لليوم، انحياز كامل في الاعلام الامريكي اتجاه اسرائيل ولصالح اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانحياز الروايه الصهيونيه. شفنا هذا العدوان الاخير على قطاع غزه، ليس العدوان الاول، هو العدوان الخامس، وجميع العدوانات السابقه منذ عام 2008 لهذا العدوان والفضائيات الامريكيه والاعلام الامريكي يردد ما تقول الروايه الصهيونيه. حاولنا الان في اواخر الايام الاخيره بالعدوان الاخير على قطاع غزه حدوث اختراق نسبي جزئي لهذه الروايه الصهيونيه، وحدث نوع من الحراك داخل المجتمع الامريكي، لكن لا نقول عنه تغيير جذري او حراك ثوري بحيث انه انقلبت الاداره الامريكيه على اسرائيل، لا، على الاقل لم تعد اداره بايدن متعاطفه تماما، متبنيه تماما للروايه الصهيونيه مثل ما حدث في 7 من اكتوبر عندما توافد وتقاطر بايدن ومن ثم وزير خارجيته ووزير دفاعه، والكل ابدى حاله التعاطف المطلق مع الروايه الاسرائيليه دون الحديث نهائيا عن الموضوع الفلسطيني او الروايه الفلسطينيه. ثم بعد ذلك بايام بدانا نلاحظ انه لا، بايدن بدا يتحدث عن الافق السياسي، بدا يتحدث عن ضروره ادخال كميه المساعدات، ضروره ان تكون اسرائيل او توجه ضرباتها بطريقه اكثر دقه للمقاومه وليست للضحايا والابرياء والكنائس والمساجد والجامعات والمستشفيات. ومن هنا نقول ان الناحيه الاعلاميه نعم اسرائيل تراهن عليها، الروايه الصهيونيه الاعلاميه تشتغل عليها اسرائيل كثيرا، تعمل عليها اسرائيل كثيرا، وهي الرواية التي حاولت دائما وتحاول دائما أن تروج لها وتروج إلى إسرائيل. يعني شفنا ماسك وهو يزور المستوطنات غلاف غزة وحالة التعاطف الموجودة، بينما لم يشاهد 20,000 شهيد، لم يشاهد 40,000 جريح، لم يشاهد مليون مشرد، لم يشاهد المستشفيات التي تقصف. وبالتالي هذه هي القضية المهمة التي يجب على الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي أن يتنبه لها، ونبدأ بالترويج لهذه الفكرة لروايتنا الفلسطينية وهي الرواية الدقيقة. وحتى شفنا موضوع الأسرى الإسرائيليين، معاملة الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية، وعلى العكس تماما كيف تعامل إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات الفلسطينيات وخاصة الأطفال الفلسطينيين. صحيح. ومن هنا نعم نحن بحاجة إعادة مرة ثانية ترتيب أمورنا الإعلامية. صحيح. بشكرك جدا دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل. بس مكان جميل ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه بمنتهى الجمال والروعة، مكان مفترض انه هادي، مكان طول الوقت الناس ما هياش عايشة فيه في حالة من حالات التزاحم، ما فيش اي ضغوط من الولايات اللي هي اقتصاديا مستقرة هادئة لا تعاني من حاجة، يعني ما فيش حاجة. فلما يحصل عنف في فيرمنت لازم يبقى ده بالنسبة لك لافت جدا للنظر. ولما يبقى العنف هو عمليا جريمة كراهية، ليه ثلاث شبان فلسطينيين بيدعموا بلدهم وطنهم
قضتهم، فيتعمل عليهم هجوم مسلح، جريمة كراهية زي ما الكتاب بيقول. هل خد بالك بقى، هل اللي عمل كده دول عيال جايين مثلا من تل أبيب وبعدين ركبوا آلة الزمن علشان يتخطوا حدود الزمان والمكان فيصلوا إلى الثلاث طلاب الفلسطينيين فيعملوا فيهم كده، ولا إنه دول أمريكان عملوا كده في طلاب عرب فلسطينيين فيبقى في كراهية حقيقية؟ إذن الإعلام الصهيوني للأسف الشديد نجح في خلق موجة كراهية تجاه العرب، أو صعود جديد لموجة كراهية تجاه العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في الولايات الهادئة. التعامل مع هذه الجريمة هيبقى عامل إزاي؟ باعتبارها جريمة كراهية، مش مجرد أنها حدث ما، جريمة ما، نحن نتحدث عن اقتحام منزل أو سرقة شركة أو تبادل إطلاق نار ما بين ناس مجرمين والشرطة، لا 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 لا، احنا بنتكلم على جريمة كراهية. السؤال بقى، هل المتسبب فيها بس الإعلام الإسرائيلي بشكل مباشر، ولا إنه الإعلام الأمريكي شريك في هذه الجريمة بشكل أو بآخر؟ البيت الأبيض أيضا بسبب انحيازه الواضح بل وتصريحات وأحاديث من الإدارة الأمريكية على اختلاف مستوياتها تصف دائما الفلسطينيين بأن هم دول الإرهابيين القتلة اللي عملوا واللي سووا. خليني هنا ناخد معانا على التليفون دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. اهلا بيك يا دكتور توفيق. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور توفيق. دكتور توفيق، كيف ترى هذه الجريمة التي حدثت في فيرمنت، الاعتداء المسلح اللي حصل على ثلاثة من الطلاب الفلسطينيين؟ شكرا لسؤال حضرتك. هي لا شك ان دي جريمة يعني دنيئة جدا، ان انت تقتل اي انسان او ناس على الهوية او الفكر او الدين او الاعتقاد، حتى لو في اختلاف رأي. يعني امريكا عندهم كان قاعدة معروفة، اختلف في الرأي كما شئت لكن ما تستخدمش عنف. فهتلاقي في امريكا حضرتك في درجة عالية قوي من اختلافات الرأي، ودايما يقولوا احنا in a free country، يعني هم طول الوقت يتكلموا انا بقول اللي انا عايزه، ولكن in a free country. بالضبط. ولكن ملاحظة حضرتك اللي يبدأ استخدام العنف فيها، دي جريمة بكل المقاييس، وهم في الأول بيقولوا إن إحنا مش عارفين دوافعها، لكن بأمانة شديدة يعني هي كالشمس في منتصف النهار، هي شبه واضحة بالنسبة للغالبية العظمى. لكن هو الطبع في أمريكا يقعدوا يتأكدوا يقول لك اثبت لي إن دي الشمس ودي النهار، فبتاخد الموضوع حضرتك إيه شيء من الوقت. لكن هي واضحة إنك تضرب ناس في الوقت ده في التوقيت ده. وكويس حضرتك ذكرت موضوع ان الستيت اللي هو فيها او الولايه اللي هو فيها ولايه هادئه، ودي يمكن حته برضه تضع في اعتبارنا حاجه، الولايه دي ساعات يطلع منها درجه عاليه من الـ من الـ من الجنون، فجاه تلاقي حصل موقف. يعني الهدوء هنا مش يعني مش بيمنع ان بعض يبقوا عندهم طفرات عنيفة، وساعات ينصحوهم ان هم يروحوا يقعدوا في ولايات هادئة عشان ايه يحاولوا يقللوا درجة العنف. لكن ما حدث جريمة بكل المقاييس، ولكن ككلمة حق هو كان رد الفعل عليها القانوني ان هو لو اعتبرت جريمة كراهية هتدخل في النظام الامريكي اللي هو زي المفرمة، يعني ما فيهوش تفاهم في حتة الكراهية، لانهم مش عايزين البلد تفلت من السيطرة. فهم لكن النقطة بقى الأخرى أستاذ يوسف اللي هي بتصوري مهمة جدا، اللي هي إن ده نذير خطر قادم داخل أراضي الولايات المتحدة وخارجها. لأن يعني طالما بدأت كده جرائم الكراهية بتجر بعضها، يعني ده يعمل كده تبص تلاقي واحد يقلده، بيسموها كوبي كات، يعني اللي هو يقلده. فدي أنا يعني أنا متخوف جدا من هذا الأمر، إن ده ممكن هيبدأ ينتشر في أماكن كثيرة وهياكلوا هذا، هتشوف في اوروبا وممكن في امريكا التالي. واتمنى ان الامر يتحكم، ولكن الامور نذيره خطر. وساعد فيها طبعا حته السوشيال ميديا حضرتك، يعني السوشيال ميديا
خارج عن السيطره، كل حد بيحط اي حاجه وبيقول اي راي وبيستخدم ساعات اي فيديوهات، سواء ما حدش بيدرك ساعات الفيديو ده سليم ولا مش سليم. فتبص تلاقي في درجه كراهيه اتخلقت مع واحد اصلا هو مليان شيء من الكراهيه، توصل للدرجه اللي تخليه يعمل هذه الجريمه. لكن يعني ما هو المساله ما هياش اول جريمه كراهيه تقترف ضد عرب او ضد مسلمين او ضد اقليه اثنيه او ضد بسبب التمييز اللوني، وامريكا عندها تاريخ طويل للاسف الشديد من جرائم الكراهيه الاثنيه والعرقيه والدينيه وما الى ذلك. وبعدين في الاخر خالص يقول لك احنا وي ار ان فري كونتري، يعني المساله مش بس كمان الكي كي كي بس، واضح انه كلو كلوكس كلان يعني، بس واضح انه هناك صعود ليمين متشدد في أمريكا، وقد يصحبه، وصححني لو أنا غلطان يا دكتور، يصحبه أيضا صعود ليمين متشدد في أوروبا. ده شيء يدعو لقلق حقيقي. صدقت حضرتك تماما، ودي ظاهرة بدأت من فترة من أحداث من بعد 11 سبتمبر وزادت ولم تعالج. عارف حضرتك يا أستاذ يوسف، المشكلة ساعات مش في وجود المشكلة في تصوري، المشكلة ساعات بتبقى في عدم وجود محاولات صادقة لعلاجها. المشكلة ما في ناس مستفيدة من وجود المشكلة ويتركوها تنمو لتصل لهذه الدرجة اللي حضرتك ذكرتها، وإن يبدأ الأمور تتفاقم وتزيد. فأنا ما أرى من نظرتي يعني من زاوية نظري أو من زاويتي يعني إن الأمر فيه جزئين، في جزء إن فيه فعلا إشكالية حصل في درجات من التعصب المختلفه من اطراف لاخرى، ما اقدرش احدد فقط، ولكن الاخطر ان هذا الامر يترك ومن غير محاوله مثلا في وسائل التعليم ولا في الميديا، ولا ان هي تكبح جماح هذه الكراهيه او تحاول تعالجها بطريقه ذكيه. فنحن امام كارثتين، كارثه وجود المشكله وكارثه عدم وجود علاج ناجع تعليمي فكري يمنع الكراهيه وانها تصل لهذه الدرجه. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. معالي وزير الخارجيه سيد سفير سامح شكري واعضاء اللجنه العربيه الاسلاميه بيلتقوا وزير خارجيه اسبانيا، طب ايه اللي هيحصل؟ شكل التباحث والنقاش، احنا عارفين انه رئيس الوزراء الاسباني كان عنده تصريحات رائعه جدا واتقالت من القاهره واتقالت من عند معبر رفح وما الى ذلك. خلينا نحاول نفهم اكتر من دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا سياده النائب. اهلا استاذ يوسف، ازاي الحال؟ كله تمام؟ اتفضل. يعني يمكن بنتكلم على اللقاء مع وزير الخارجيه الاسباني، ما بين وزير الخارجيه الاسباني وما بين سياده السفير سامح شكري وزير الخارجيه المصري، وما قد يدور على طاوله الحديث فيما بينهم. هو بالتاكيد طبعا كما تعلم حضرتك التحرك المصري اخذ مسارات متعدده، جزء منها تجاه الولايات المتحدة وجزء منها تجاه طرفي المعادلة، وفي جزء ثالث طبعا مرتبط بالاتحاد الأوروبي، وأسبانيا هي من ترأس طبعا الاتحاد الأوروبي، وبعديها هيبقى في بلجيكا، فلابد أن يكون هناك تنسيق وحوار مفتوح حول مقاربات سياسية واقتصادية، وجزء منها متعلق بمسعى مصر لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، والتأكيد طبعا على مقاربة حل الدولتين. ربما اسبانيا كما تعلم بدانا صيغه مدريد كما تعلم من سنوات طويله في مطلع التسعينات، ولاسبانيا دلالات مهمه لانها كانت استقبلت لقاءات مدريد، وهي اللقاءات التي عقدت اول مره في تاريخ الساحه العربي الاسرائيلي، العرب واسرائيل حاضرين، وبالتالي الاسبان لهم تاريخ طويل معنا في هذا الاطار، سواء على المستوى العربي او على المستوى الفلسطيني. بطبيعه الحال التحرك الاوروبي تجاه مصر وايضا تحرك مصر تجاه نافذة الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وله دلالات وأهمية كبيرة في هذا التوقيت، لأنه القاهرة خلال الفترة الأخيرة خلال 10 أيام الماضية كانت بوصلة الاتجاه لأغلب الدول الأوروبية التي جاءت إلى مصر، والنقاش مفتوح على ملفات معينة، ملفات جزء منها سياسي وجزء منها اقتصادي وجزء منها صور الدعم المطلوبة وأعمال المساعدات وغيره، لكن الأوروبيين يسجلون حضورا للأمانة في المشهد صورة كبيرة. أتصور سيادة النائب أنها ستتجاوز الموقف الأوروبي التقليدي، بمعنى أنه الأوروبيين دائما ما يمضوا وراء الولايات المتحدة
والإشكالية من يؤثر على من، وهل يكون هناك استقلالية أم لا؟ طبعا فرنسا كما تعلم كان سبق أنها عقدت مؤتمر سلام الشرق الأوسط اللي خربته الولايات المتحدة وأعاقت تنفيذ جنوده، وإسرائيل أيضا دخلت على الخط في هذا الإطار. أعتقد التحرك المصري مهم للغاية، لأنه كما تعلم وزيرنا سامح شكري كان في مع الوفد العربي الإسلامي وزاروا الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، في تحركات مهمة مدروسة في هذا التوقيت للاستثمار في حالة الزخم للاهتمام بالقضية الفلسطينية. يعني احنا بنتحرك في مسارات متعددة، جزئي وكلي. جزئي اللي هي حضرتك بتشوفوا أعمال الإغاثة والمساعدات وإدخال المساعدات للأسقاط في قطاع غزة، لكن العموميات هي الأهم الآن حضرتك. الرؤية والمقاربة الشاملة اللي بتطرحها مصر بهدف تحميل المجتمع الدولي جزء من مسؤولية ما يجري، بمعنى أنه بدون حل القضية الفلسطينية سيادة النائب لن يهدأ الإقليم ولن يستقر الإقليم بصورة أو بأخرى. المصالح طبعا للدول الكبرى ستتضرر. هنا نخاطب الولايات المتحدة. أنت تعلم أن الولايات المتحدة دولة تبعت أساليب متعددة في إدارة الحرب، ومن المبكر أن احنا نقول كيف لعب الدور الأمريكي دور محرض ودور متواطئ ومتواطئ في التعامل مع الأزمة. حتى تصريحات الرئيس الأمريكي يجب أن تؤخذ في إطارها. الولايات المتحدة هي من حرضت إسرائيل على الاستمرار في العمل العسكري، وهي من تقول وتشير إلى أمن إسرائيل أولا وأخيرا، وكأنه لا أمن إلا للإسرائيليين ولا أمن للفلسطينيين ونحن الدول العربية. وبالتالي أعتقد أنه أنا الأول للدول العربية أن تعيد ترتيب علاقتها مع الولايات المتحدة. يعني صحيح أنه في شراكة مصرية وعربية مع الولايات المتحدة، وصحيح أن الجميع مسؤول وملتزم بفكرة هذه الشراكة مع الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي أضر بالقضية الفلسطينية. لم يقدم هذا الرئيس الأمريكي أي مقاربة أو أي رؤية، ولم يأتي إلا المسؤولين الأمريكان إلى المنطقة إلا بعد المواجهات الأخيرة، ولم يسجلوا حضور في المشهد واكتفوا بالتصريحات. الإدارة الأمريكية تقول أنها مع فكرة حل الدولتين، ونحن نقول مطلوب من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أنه يترجموا الأقوال إلى أفعال. كفانا تصريحات من هنا أو هناك. اليوم مطلوب استثمار الوضع الراهن واستثمار في الزخم في الاهتمام بقضية الفلسطينية. طيب دكتور طارق، هنا هستأذنك، عندي سؤال شاغل مخي. يعني ربنا يخليك يا دكتور. دلوقتي الاوروبيين بعد ما شافوا انه الامريكان ورطوهم في الحرب الروسيه الاوكرانيه وخلوهم دفعوا عمليا الفاتوره الباهظه، وبقيت الولايات المتحده الامريكيه بعيدا بشكل عملي عن الحرب، بل استفادت اقتصاديا من هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكانت الفاتوره الاقتصاديه الكبرى على اوروبا وبقيه العالم. ده من جهة. من جهة تانية برضو أوروبا بتشوف كلاكات تاني مرة أنه الأمريكان بيورطوها في هذا الصراع، يمكن الأخير ما بين فلسطين أو الفلسطينيين وما بين الكيان الصهيوني أو الجانب الإسرائيلي، وأوروبا هي التي تدفع الفاتورة للمرة التانية على التوالي، سواء إذا كان اقتصاديا أو إذا كان هذا الصراع ممتدا فهتدفع أيضا فاتورة أمنية باهظة برضو تاني للمرة التانية. مش بقول انه الاوروبيين هيتعاونوا معانا ضد الامريكان، ولكن هل مستعدين انه يخلقوا تعاون فعلي بناء ضاغط على الامريكان والاسرائيليين من جهة، مش ضد لكن ضاغط بشكل حقيقي فاعل وبناء؟ يعني اتمنى هذا السيادة النائب، لكن الاوروبيين تجربتهم معنا في مراحل سابقة لم يستطيعوا ان يتبنوا مواقف منفردة تستطيع ان تزم المعادلة اللي حضرتك بتشير إليها، بمعنى إنه القضية ليست تكلفة في من يدفع التكلفة. الجانب الأوروبي هو بيكتفي بفكرة المؤسسات المانحة والدعم المباشر وشروطهم في التعامل مع أطراف المعادلة السياسية بالنسبة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إنه نبذ العنف ونبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل، يعني شروط عامة يمكن أن تحدد بسرعة أخرى. الإدارة الأمريكية وهي تتحرك في ملف الصراع العربي الإسرائيلي في هذا التوقيت، في تقديري الشخصي وهذا رأيي الشخصي، أنها لا تنظر يمينا ولا يسارا، تنظر إلى مصالح إسرائيل أولا وأخيرا، وهذا هو مكمن الخطورة، بمعنى أنه إسرائيل وحدها والباقي أغيار. يعني بالتالي التركيز هنا على أنه الإدارة الأمريكية ستستمر في دعم إسرائيل برغم كل ما يجري في الكونجرس ومجلس الشيوخ. وحضرتك تعلم ان في حاله تجاذب كبيره في المؤسسات الامريكيه وفي لجان الاستماع والانصاف طوال الاسبوع الماضي، كلها كانت
بتنتقد الموقف الامريكي وتنتقد الموقف الرسمي، يعني الاداره الامريكيه واداء المسؤولين الامريكان في الملف باكمله. بالتالي هنضع عنوان لملف الانتخابات الامريكيه القادمه، ملف غزه، برغم ان البعض يراهن بيقول انه الامريكان يرغبون يصوتون في قضايا داخليه خاصه بالاعاشه الاجتماعيه والائتمان والرهونات العقاريه وغيره، قضايا داخليه على مستوى الخارج. لكن استطيع ان اتنبا انه هيبقى في عنوان غزه وعنوان اسرائيل حاضر في الانتخابات الامريكيه المقبله. النقطه الثانيه هو ان الاوروبيين ايضا يمضوا في اطار الولايات المتحده، للاسف هم بيكتفوا بدور اقتصادي، هم من دعموا بالمناسبه فكره السلام الاقتصادي بديلا عن السلام السياسي، هم من ارادوا ان يدخلوا مشروع الممر اللي طرحه الرئيس جو بايدن منذ عده اشهر. فبالتالي في افكار ربما الجانب الاوروبي ينظر اليها بمقاربه اقتصاديه تنمويه استثماريه، لا حديث لدى الاوروبيين عن مقاربه سياسيه يمكن ان تهيئ الاجواء لبدايه اتصالات فلسطينيه اسرائيليه في هذا الاطار. اعتقد التخوف الاوروبي مما يجري يتركز في حاجتين كابتن نادر. النقطه الاولى مخاوف الجانب الاوروبي من ان يتم عمليات تهجير او ترحيل طوعي او جبري الى بعض الدول الاوروبيه، لان قبرص كما تعلم عرضت بعض العروض، واليونان، وايضا دخلت استراليا وكندا على الخط. فبالتالي الاوروبيين يتحسبون لكثير من الامور في هذا الاطار، تخوف من ان يرحل الفلسطينيين الى بعض الدول. واحنا لينا تجربه مع الاوروبيين اللي هي تجربه ضبط الحدود. مصر قامت بتجربه يعني حظيت باحترام العالم في ضبط الحدود، وقفنا الهجره الغير شرعيه. فالاوروبيين بيدركوا مع من يتعاملون. مصر دوله كبيره محوريه لها دور في المنظومه الاقليميه والدوليه، واحنا لينا طبعا وقفنا الى جانب الجانب الاوروبي في موضوع الهجره الغير شرعيه، وبالتالي هم يثقوا في الدوله المصريه. يعني حجم الاستقبالات اللي استقبلتها القاهره خلال العشر ايام ويمكن اكثر من عن مسؤولين الاوروبيين، الرساله هنا نحن نثق في الدوله المصريه في توجهاتها في مواقفها، مدركين طبيعه الحال انه مصر تستطيع ان تضبط الحركه حركه الاستقرار في الاقليم بصوره كبيره. وبالتالي استثمار ما يجري الان يحتاج الى تعاون عربي تقود مصر. طبعا التحركات الاخيره مصر وجهت البوصله زي ما اشرت لحضرتك، والامر الاخر هو الانفتاح على الاطراف الاخرى. العالم سيدي ليس فقط يا سياده النائب امريكا. امريكا صحيح انها الوسيط المباشر والتي تثق في اسرائيل ولا تثق في اي طرف اخر، لكن علينا ان نتجه الى تطبيق فكره العالم متعدد الاقطاب الان مع روسيا، مع الصين، مع القوى الصاعده اخرى الاخرى في العالم. لا نريد ان نقول ان الولايات المتحده هي مسؤوله عن الامن في العالم، مسؤوله عن حل القضيه الفلسطينيه. دعنا نرتب انفسنا في هذا التوقيت. علينا ان احنا ايضا نحيي الدور الرباعيه الدوليه اللي عطلتها الولايات المتحده برضه، يعني فبالتالي النظر الى الولايات المتحده شريك يعني منصف للحلول الفلسطينيه والعربيه، لا اعتقد هذا. اذا تضررت المصالح الامريكيه، وهذا امر واضح حضرتك، اذا تضررت المصالح الامريكيه في الاقليم وهناك تقليل الحضور العسكري والاستراتيجي، اعتقد الولايات المتحده ستراجع نفسها وسيكون هناك مراجعه للجمهور الامريكي في الانتخابات المقبله. وبالتالي يعني لا احد يقول انه المصالح الامريكيه لن تتضرر، لا بالفعل المصالح الامريكيه بدات تتضرر في العالم، بدات صور التظاهرات تظهر في اوروبا وفي عدد من الولايات الامريكيه في اشاره مهمه الى انه ما زالت الشعوب لها كلمتها في هذا الاطار. الاداره الامريكيه بطبيعه الحال عليها ان تراجع مواقفها، عليها ان تكون اكثر انصافا للحقوق العربيه والحقوق الفلسطينيه. اعتقد هذه رساله مهمه اذا ارادوا ان تستمر شراكتنا العربيه مع الولايات المتحده. هناك فرصه ذهبيه للدول العربيه ان تصيغ علاقه اكثر وضوحا واكثر استقرارا مع الولايات المتحده في هذا التوقيت. صحيح، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه في حديث عن مساله يعني الجهود اللي بتقوم بيها اللجنة العربية الإسلامية، ولقاء سيد سفيد سامح شكري وزير خارجيتنا بوزير الخارجية الأسباني. ودكتور طارق الحقيقة الحاجة مهمة جدا جدا هي مسألة أنه الحديث مع جوانب وقوة أخرى. الصين مما لا شك فيه طرف فاعل بشكل أو بآخر، يمكن ما كانش ليها فاعلية كبيرة في الأحداث السياسية في المنطقة خلال العقود الماضية، لكن على ما يبدو الصين عايزة تلعب دور كبير في المنطقة سياسيا مش بس اقتصاديا وتجاريا. بس إلى أي مدى هنقدر نكمل سوا في اتجاه
مش بقى بنتكلم هنا على هدنة، في اتجاه عملية شاملة للسلام في المنطقة، مش بس السلام الاقتصادي على زي ما كان بيتكلم دكتور طارق. خلونا نقعد نفكر من هنا لحد ما هيجي هذا اليوم. أظن لدينا أيام وجولات وأحاديث كثيرة، بس هستأذنكم هنروح لفاصل عشان عايزين نرجع بعد الفاصل بقى حبة نتكلم على الانتخابات الرئاسية. استنونا بعد الفاصل، وضفنا العزيز دكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب والمستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وصديقي صاحبي حبيبي جدا قوي خالص، هشوفه بعد شوية. اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. سباق الانتخابات الرئاسية والحملات أو حملات الانتخابية للمرشحين، وزي ما كنت بكلمك امبارح، احنا دي 5 انتخابات تمر علينا من سنة 1952. خلي بالك احنا من 52 ما نعرفش أي انتخابات لحد سنة 2005. 2005 2012 2014 2018 ودي 23 24 دي نمرة 5، ودي بالذات انا اقول لك انها احلى من كل الانتخابات اللي فاتت نظرا للتنوع اللي موجود. قبل حتى ما يجي وينورنا دكتور ايهاب رمزي النهارده، انا كنت امبارح بكلمك على الحمله بتاعه المهندس حازم، قلت لك انا عجباني جدا عجبني البرنامج بتاعه وعجبني البرنامج الاقتصادي بتاعه. حتى انا فكرة نصر قلت وان كنت احمل هوى عاطفيا وايديولوجيا ناحيه برنامج استاذ فريد زهران مثلا، يعني ما هو يا سريين برضه زي بعض. طب هنعمل ايه؟ خليني ارحب اولا بالدكتور ايهاب رمزي، استاذ القانون وعضو مجلس النواب والمستشار القانوني لحمله المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وقلت لكم صاحبي حبيبي اللي ما شفتوش من زمان. ازاي انت؟ وحشني. عامل ايه؟ حضرتك اكتر بكتير بكتير. ربنا يخليك. خلينا نتكلم حبه على حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وأنا ذكرت فعلا امبارح الكلام ده لأن أنا قريت البرنامج كويس، وبطبيعة الحال زي أي مصري بنروح كلنا سابين كل الحاجات ونروح مركزين على الجزء الاقتصادي والمالي والصناعي ومش عارف إيه، فلقيته لافت جدا للنظر. لكن هروح بيك أولا لمسألة الانتخابات الحالية واختلافها عن 4 انتخابات أو استحقاقات رئاسية سابقة. أول حاجة إحنا عندنا 4 مرشحين ومن 4 أحزاب، وكل حزب من يعني إحنا برؤية مختلفة تماما ونشأة مختلفة تماما. إحنا عندنا الانتخابات الرئاسية السابقة والسابقة وفي عهد مبارك، إحنا ما كناش بنشوف انتخابات رئاسية في عهد مبارك، كنا بنشوف استفتاء. بالظبط. ما كانش فيه منافسة، ما كانش فيه اشخاص تجرؤ انها تنزل وتنافس. النهارده وضع مختلف تماما. وبعدين انا بتكلم على حازم عمر مثلا. حازم عمر قادر على المنافسه؟ اه قادر على المنافسه. حازم عمر وراه حزب التاني في البرلمان. اه تاني اغلبيه برلمانيه. تاني اغلبيه برلمانيه. احنا عندنا 48 نائب في النواب و17 نائب في الشيوخ. على مستوى الجمهورية، يعني النواب دول متوزعين على مستوى الجمهورية، مش متكتلين في القاهرة ولا متكتلين في اسكندرية. عندنا 217 مقر حزبي على مستوى الجمهورية. عندنا حضرتك رؤية. فالمرشح حازم عمر هو رئيس الحزب الشعب الجمهوري. شعب الحزب ومؤسسه. ومؤسس الحزب. وهو نافس في الانتخابات البرلمانية. ولما نافس في الانتخابات البرلمانية مش لشخص الحزب، حصل على الأغلبية الثانية داخل الغرفتين. النواب والشيوخ. كويس. حضرتك ليك
تواجد داخل البرلمان، ليك تواجد في الشارع المصري، ومؤثر وقادر على الحشد، قادر على الإقناع، قادر حضرتك مؤثر في الحياة السياسية. كان بقى مين مرشح من المرشحين في الحملات الانتخابية في الدورات الانتخابية السابقة؟ كان له تأثير وكان وراء حزب، كان وراء حزب، الحزب الثاني في البرلمان، ولا واحد. يعني ما احنا بنقول انت وراك 48 نائب برلمان و17 نائب شيوخ خلفك، خلف المرشح، يبقى اذا المرشح ده قادر على المنافسة قادر على المنافسة. وخلي بال حضرتك الحزب الشعب الجمهوري عندك مرأة وعندك ذو احتياجات خاصة طبعا، وعندك مسيحيين وعندك طبعا يعني أغلبية، لكن أغلبية عندنا في الحزب، يعني عاوز أقول لحضرتك حاجة، الحزب الوحيد اللي تقدر تقول فيه كل طوائف المجتمع والشعب المصري ممثلين داخل الحزب وبقوة. يعني ما أقدرش أقول إنه حزب الشعب الجمهوري حزب البهوات؟ يا حل البهوات يا ريت بس. يعني إيه حزب البهوات دي بقى؟ يعني عاوز أقول لك حاجة، هو إحنا يعني الحقيقة مجموعة مختارة، يعني أنا في نظري. زمان يقول لك على حزب البهوات يقول لك ده حزب البشوات. آه لا إحنا ما وصلناش للبشوات. لكن أنا عاوز أقول لك إحنا يعني المجموعة البرلمانية اللي موجودة هي مجموعة مختارة. حزب أمر تاني وهو حزب مستقر وما فيهوش أي صراع داخلية، الصراعات الداخلية اللي بنشوفها في الأحزاب، لا الحزب الشعب الجمهوري مش ما عندوش الصراعات الداخلية دي. فقدر يبرز مرشح وقدر يجتمع في الهيئة العليا للحزب على اتخاذ هذا القرار بأن هو قادر على المنافسة قادر على المنافسة، قادر على الحشد قادر على الحشد، وقدر ياخد هذا القرار وفعلا اخد قرار الخوض في الانتخابات الرئاسيه، ثم حصل المرشح على 44 نائب برلماني، تأييد من نائب برلماني، ودخلنا الانتخابات ب 44 تزكيه نيابيه، ودخلنا كمان ما يقرب من 70,000 توكيل اتعملوا في 3 ايام. 70,000 توكيل داخلين. انا رحت انا والمرشح المهندس حازم عمر الى الهيئه الوطنيه للانتخابات، تقدمنا، ويا ريت المشهد ده يكون موجود عند حضراتكم، بالكراتين التوكيلات، وداخلين بيها وداخلين بالتزكيات الساده النواب. ودخلت انا والمرشح حازم عمر وقدمنا كل ورقنا، مستوفين كل الاوراق، وداخلين احنا مش داخلين، لا داخلين بننافس، داخلين بقوه بغض النظر يعني عن ما يقال، لكن احنا قدرنا في ظرف 3 ايام جمعنا 70,000 توكيل على مستوى الجمهوريه. احنا مش داخلين بتزكيات نواب اللي موجودين في الحزب بس، لا احنا داخلين بتوكيلات، تم تحرير هذه التوكيلات داخل بقرارات الشهر العقاري على مستوى الجمهوريه. وده انعكاس بيعكس انه هناك تواجد حقيقي للحزب في ال 27 محافظه. بالظبط، وحضرتك تقدر تشوف المؤتمرات بتاعتنا اللي احنا بنقول فيها الجمهوريه، وتشوف مدى ال 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 الحشد، وتقدر وتشوف الناس ازاي هي مقتنعه، وبعدين بيتم مناقشه البرنامج الانتخابي للمرشح وبيطرحه على كل وسائل الاعلام وعلى كل الجمهور في كل مؤتمرات. طيب انا زي ما كنت بقول لك، انا قريت البرنامج الانتخابي للمهندس حازم ولفت نظري جدا الشق الاقتصادي فيه وتصوراته لعلاج التضخم وزياده الاحتياطي الاستراتيجي من العمله الصعبه وحاجات، وانا اتذكر كويس انه كان في جزء في الجزء الاقتصادي والمالي ومعالجه التضخم، هي انه زياده طباعه العمله المحليه هتتم بواقع 2% من المعدل النمو، يعني زياده عن معدل النمو، فبدل 3.9 معدل نمو يبقى ساعتها ممكن نطبع عمله بقيمه 5.9 الى اخره. فانا ركزت فيه جدا، لكن
السؤال اللي ممكن يطرحه البعض، طيب ما هو كل المرشحين ممكن باستثناء الأستاذ فريد زهران باعتباره مرشح يسار ومعارضة هيبقى البرنامج الاقتصادي بتاعهم كله متشابه؟ لا، هو أقول لك الحاجة، هو مش كله متشابه. بص، احنا عندنا حلول عملية. اول حاجة احنا في البرنامج الاقتصادي ده، هو ده الملف اللي هو بيهتم بيه الشعب المصري دلوقتي، ومحدش يقدر طبعا يقول احنا ما بنتكلمش غير في ايه، في البرنامج الاقتصادي وفي مشكلة غزة والتالتة سد النهضة. لكن المستحوذين على الرأي العام الداخلي داخل مصر دلوقتي الملف الاقتصادي وملف غزة طبعا، وبالتالي هو ده موضوع اهتمام الكل. لكن احنا النهارده عندنا ملف اقتصادي، عندنا رؤيه اقتصاديه، عندنا رؤيه اقتصاديه. هل انك انت هتقدر فعلا قادر؟ لا، قادر على رؤيه اقتصاديه. طبعا يعني اول حاجه كده بديهي جدا، اي حد لازم يكون هناك زياده في الانتاج. ان كل المشكله اللي عندك بتواجهك في هذا الموضوع الندره، ندره العمله الصعبه نتيجه قلة الانتاج. انت بلد مش منتجة بالقدر اللي انت حجم اللي يليق بحجم مصر، فده لازم اوسع القاعدة الصناعية بتاعك. لازم توسع قاعدة صناعية زراعية استخراجية. تعدين، التعدين. انت عندك كنوز، كنوز في مصر. اوعى تفتكر ان احنا ما عندناش مناجم ذهب. احنا عندنا ذهب، عندنا بترول، عندنا غاز، عندنا معادن. يعني عاوز اقول لك مصر فيها، مصر فيها فيها. ده احنا لسه بنتكلم عن الرمال، حتى الرمل عندنا اللي العالم كله بيروح يجي يبوس على ايد الدول التانيه علشان تقدر يحصل علشان الصناعات اللي في العالم كله المغذيه لصناعه السيارات والمغذيه لكل الصناعات، مصر عندها بوفره سالكة. شوف حضرتك انت مش متخيل انت في مصر فيها ايه. انت عندك يعني لازم زيادة الانتاج الاستخراجي. زراعة، عندكش اراضي؟ الحمد لله، ده انت عندك اراضي قابلة للزراعة والاستصلاح عظيم، يعني الحمد لله. تقدر تقول هي مصر ماشية في الموضوع ده، بس هل هي احنا ماشيين؟ هو ماشي ببطء، بأمور بزمن لا يتناسب مع حجم المشكلة ومع الأزمة اللي احنا فيها. أولا ماشيين أيضا بفكر مش استثماري. أنت النهاردة حل مصر حاليا دلوقتي الزراعة والصناعة والاستخراج. طب ده كلام لا عندنا؟ لا عندنا. وعندك مياه، خلي بال حضرتك عندك مياه جوفيه تقدر تحل بيها ازماتك طبعا. احنا كل مشكلتنا العمله الصعبه بتاعتنا رايحه فين برضه؟ السلع الاستراتيجيه الاساسيه. بس علشان كل ده يتعمل، علشان اقدر اوسع الرقعه الزراعيه بتاعتي وازود محطات معالجه الميه او رفع الميه من بتاعت المياه الجوفيه، او علشان اقدر اعمل عقود استثماريه لاجل التعدين، او علشان اقدر اوسع قاعده صناعيه، كل ده محتاج فلوس، اي محتاج استثمار مباشر، سواء اذا كان محلي عربي اجنبي. عندكم تصور لجذب هذه الاستثمارات؟ ازاي اقدر اجذب هذه الاستثمارات؟ طيب احنا ماشيين ببطء على حد كلامك، فعندكم تصور حتى لتشكيل الحكومة؟ يعني دايما نسمع انه تشكيل الحكومة شديد الصعوبة، شديد الصعوبة، مش لندرة العقول بس، لانه في ناس بتقدم رجل وتاخر رجل، وفي ناس بتبقى تقول لك خلاص بقى انا عملت اللي عليا وكفايه كده وسيبوني استريح وما الى ذلك. هستاذنك هطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل ندور على اجوبه. استنونا. طيب ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، تكون كل حاجه بخير وعال العال. طبعا لقائنا الاسبوعي الرائع دائما مع فضيله الشيخ الدكتور احمد كريم استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، منورنا يا مولانا. اكرمكم الله. عامل ايه؟ نحمد الله عز وجل. نحمد الله عز وجل. احنا يمكن كنا قاعدين بنتكلم يا ترى هل ترى نتكلم في ايه النهارده؟ ومولانا انت اقترحت اقتراح، وكان
الثبات في مواجهة التحديات. اشمعنى يعني قبل ما اخش على مسألة الثبات ليه؟ طبعا الأحداث التي تجتاح العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة بتستدعي أننا نذكر الناس بقيمة أخلاقية إسلامية منهجية ألا وهي الثبات، لأن أعداء الوطن أو أعداء الحق يريدون للإنسان أو للناس فقدان الثقة. إيه هو شكل الثبات المطلوب؟ شوف الآية 200 الأخيرة في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله، شوف قمة الإيجاز والبلاغة. يعني رب العزة سبحانه وتعالى بينادي يا أيها الذين آمنوا، الأول خلق الصبر، لأنه خلق الإنسان من عجل وإنسان عجول، لكن لتحقيق الأهداف المرجوة لابد من قيمة الصبر. أما إذا كان هناك من يتصور أن يضغط على ذر فتنقلب وتتغير الأوضاع، يبقى إنسان واهم لم يتعلم من التاريخ. اصبروا وصابروا، وصابروا ده قمة الصبر نفسه، يعني قد تجد في تحمل أو مشقة في التزامك بالصبر. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بيعود ويعلم ويربي الأنبياء والرسل عليهم السلام على الصبر مهما تحملوا أو واجهوا. فمن هنا جاء في الإسلام اصبروا وصابروا وبعدين ورابطوا، يعني يكون على رباط دائم مش رباط مؤقت. ما تواجهش الأزمات بحلول مؤقتة، لا، بحلول دائمة بمواجهة حاسمة. الرباط هنا مش الرباط اللي هو في الثغور، يعني في المواني، يعني على حدود الخارجية للوطن فقط، لا، الرباط في كل مكان. يعني حضرتك مثلا أنت الآن الأستاذ الإعلامي يوسف الحسيني ترابط على ثغر من ثغور الإعلام، محدثكم ورابط على ثغر من ثغور الفكر الإسلامي. طبعا. كل إنسان في موضعه مرابط للخير وللحق. يبقى هنا شوف حضرتك بقى الأول بيقدم الصبر وبعدين الرباط. الصبر مع الرباط لابد أن يتحلى فيه الإنسان بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، لا تستبطئ النصر ولا تستبق النتائج. لا، لابد من اتخاذ الأسباب، لأن الأمور لا تؤخذ بالأماني. لابد من التحمل وعدم فقدان الثقة. لابد أن يكون في رجاء بالله عز وجل، لابد أن يكون في حسن تخطيط. يعني حضرتك لما نقرأ، لو أن الوقت يعني لا يسعف، قصص الأنبياء كلهم من أول سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هتجد في قصة كل نبي هذه المعاني: الصبر والمصابرة والمثابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. ولذلك في ملمح عجيب في الآية، يعني في غير القرآن لو واحد بيكتب موضوع كومبوزيشن إنشا هيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا واصبروا وصابروا. لا، ده سبحان الله هو أخر التقوى، لأن التقوى بقى تغلف وتمتد على هذه القيم. صبرك في تقوى الله، مصابرتك، الرباط، عدم فقدان الثقة، التوكل على الله، التخطيط الجيد. لأن أنا بقول كده لأن بعض الناس لما ينظر للأحداث الجارية مثلا في فلسطين، أيوة بينتابوا ألم،
بس حضرتك في حركة التاريخ كان في آلام لكل الدول والشعوب، وربنا ليه لما ذكرنا في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أما تنظر لحياة الأنبياء والرسل، شوف المصاعب والمتاعب والمشاق، ولكن في الختام ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الفتح. يعني وبنسبة الفتح، أنت كمسلم وأنا مسلم فضل الله عز وجل، تنظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كفاح مرير بس بدون فقدان ثقة، بالعكس بعد هذا الكفاح يبقى إن فتحنا لك فتحا مبينا. فما فيش فتح بيأتي عشوائي، لا يوجد نصر بيأتي ضبابي، لابد من تحمل المشاق. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه في القرآن أيضا سورة البقرة بقى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك في برضو ملمح يمكن ده مشتركات ما بين اليهودية وما بين الإسلام، اللي خلق الله للكون في ستة أيام، كان ممكن ربنا يخلقه في لحظة، هي في البدء إنما أمره إذا كما عند الكتاب بالضبط كده في خاتم سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك حتى لما تبني تبني بإحكام، تبني بمتانة، تبني برسوخ، ومن هنا الثبات في وقت الأزمات، منهجية إسلامية تبني ولا تهدم وتجمع ولا تفرق وتبث الأمل في الناس. أختم بقول الله تعالى وأقول الناس الحزانة والزعلانين، لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوف سيدنا يعقوب كام سنة يتحمل فقدان أحب الأبناء إليه سيدنا يوسف عليه السلام، ومع ذلك في الآخر يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ياه، أنت لسه سيدنا يعقوب فاكر يوسف ده سنين صبي والآن تولى الحكم، ومع ذلك اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أرجو أننا في منطقتنا وفي وطننا نأخذ من القرآن الكريم من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قص الأنبياء العبر والعظات في الثبات في مواجهة الأزمات. مولانا أشكرك جدا 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 على الحلقة بتاعت النهاردة دي، لأنها فعلا كده إيه يعني داخلة جوه العقل والقلب الاتنين مع بعض، حلوة حلوة يعني. أنا بشكرك الله جدا 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 يا مولانا، ألف شكر ليك، كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. لسه الكلام طبعا ما خلصش ولا حاجة خالص، كريم رمزي هيكمل مع حضراتكم وبرنامجه رقم 10، أما إحنا لو كلنا العمر فنكمل كلامنا بقى معاكم إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.